لك الحمد ربنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد والشكر كله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بفضل الله هذه الدروس الوعظية التعطيرية عن بعد من رحاب المجلس العلمي المحلي بالرباط، لنقف متأملين في الوصية الرابعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبقت الإشارة إلى مضامين هذا الحديث، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. نقف اليوم عند الوصية الرابعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. الصلاة أعظم شغل وأكثر بركة تفيض على الإنسان، ومن أعظمها وأشرف الإنسان قيامه بالليل والناس نيام، وهذا مما أثنى الله تعالى به على عباده المؤمنين في كتابه الكريم، إذ قال سبحانه وتعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والصلاة هنا التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل من أفضل الصلوات بعد صلاة الفريضة، وأعظمها أجرا، وسبب فضلها أنها أقرب إلى الإخلاص، وأنها تحتاج إلى عزيمة بسبب مظنة المشقة في أدائها، وأن في صلاة الليل زيادة في الخشوع والتضبط، بل إن قيام الليل مظنة إدراك أوقات الاستجابة، فالله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل يستجيب الدعاء ويفرج عن المكروب، وسمة من سمات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المتأمل أي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يجد أنها تضمنت لفظ الصلاة، والتي تعتبر نوعا من أنواع التمارين الرياضية بفضل حركاتها التي تتطلب السجود والركوع والقيام، وبالتالي فهي تساهم في تحريك جميع العضلات الجسم القابضة والباسطة وحتى المتصلة بالأصابع، وأن الفائدة القصوى من الرياضة لا تتحقق إلا إذا مورست على مدار اليوم، فعند ملامسة المصلي جبهته إلى الأرض في مواقيت الصلاة، فإن الأرض تمتص كامل الطاقة السلبية الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم في الشرايين أثناء السجود، وحماية المرء من أمراض المفاصل المتعلقة بأمراض الظهر أثناء الركوع. هذه الفوائد الصحية العضوية. أما الفوائد النفسية فتعالج هذه الصلاة الحالة النفسية المضطربة من قلق وخوف واكتئاب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهنا تكمن الراحة النفسية التي يستشعرها المسلم بتأدية صلاة قيام الليل، في حصول أولا السكينة والهدوء والراحة والاطمئنان، خصوصا إذا تمعنا في هذا السلوك عندما يترك المسلم فراشه الدافئ والنوم الهادئ ليتوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة في الثلث الأخير من الليل، فيناجيه ويشكو إليه همه وغمه، ويطلب منه العون والرشاد والتوفيق والسداد. وبعد أداء الصلاة يشعر المسلم براحة نفسية كبيرة، سببها أنه أخبر الله تعالى بما يقلقه وبما يريده، ولأنه يثق بأن الله هو المجيب والمعطي، فإنه يهدأ ويستكين بالتوكل على الله والثقة بحكمته، وأنه قام بما عليه فعل ووكل تعالى في كل قضاياه التي تساوره. فاللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين المستغفرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.